آداب الطعام. الواجب أن المسلم قبل أن يأكل أو يشرب يسمي، يقول بسم الله. لا يعيب الطعام، لا يقول هذا الطعام غير جيد، يشتهي يأكل، لا يشتهي يترك، لا يتكلم عن الطعام لأن هذه نعمة. لا يتكلم عن الطعام، هذا الطعام غير جيد، هذا كذا، لا، لأن هذا نعمة. الأصل أن يأكل مما يلي، يعني أنا والأخ هذا نأكل من صحن واحد، أنا أكل من الذي أمامي وهو يأكل من الذي أمامه. يأكل بثلاثة أصابع أو بالملعقة. نعم، لا يحمد الله سبحانه وتعالى إذا فرغ من الطعام والشراب. نعم، الطعام هذا نعم من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فالأصل أن نشكر الله على هذه النعمة. ولهذا يحرم الإسراف والتبذير في الطعام، يعني كل طعام يزيد منك لا يمكن أن تضعه في سلة المهملات ترميه، لا، إما أن تتصدق به أو تعطيه الحيوانات. نعم، الأصل أن نحافظ على هذه النعم حتى تبقى.